إذا قيل لك كيف أكون عالماً ربانياً؟ فقل بأربعة أمور: أن تتعلم، وأن تعمل، وأن تدعو إلى هذا العلم، وأن تتحمل الأذى والمشقة في الدعوة إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: الدليل والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا هو الأمر الأول، وهو العلم، لأن الإيمان يتعلم كما قال الصحابة وعملوا الصالحات. هذا هو الأمر الثاني، وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر الثالث، وتواصوا بالصبر. هذا هو الأمر الرابع.